أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الساعة. في بانوراما الساعة لهذا اليوم نتحدث عن محاور عديدة، نتحدث عن مساعي التهدئة التي يقودها الآن جون كيري في المنطقة، والتي تنبئ باحتمالية أن يكون هناك اتفاق يتم بلورته ابتداء من منتصف هذا الأسبوع بلقاء جون كيري مع نتنياهو يوم الثلاثاء في برلين، ومن ثم بناء على ما يتوارد من أنباء لقاء آخر في عمان مع الملك الأردني والرئيس محمود عباس. نتحدث عن هذه المبادرة ومبادرات أخرى، لماذا ترفض إسرائيل وأمريكا المبادرة الفرنسية المطروحة الآن، وما احتمالية أن يكون هناك حل قريب. نتحدث أيضا عن القرارات الإسرائيلية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، هذه القرارات المجحفة أين العالم منها وكيف يتم التعامل معها، ولماذا يدعو نتنياهو جميع أحزاب المعارضة إلى اجتماع لطرح آخر ما اتخذته حكومته من قرارات، وما ينتظر المرحلة من قبل إسرائيل وبناء على هذا الصراع المطروح، بينما يتم تجاهل القائمة العربية الموحدة ولا يتم دعوتها إلى هذا الاجتماع، مع أنه يعني وفقا للقانون كان يجب بأن تكون هذه القائمة. بالتأكيد أمور كثيرة سوف نضعها على طاولة البانوراما. يسعدني أن أذهب إلى ضيفي من استوديوهاتنا في الخليل الأستاذ عادل شديد المختص بشأن الإسرائيلي، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ عادل، عم تسمعني؟ أهلا بك. يعني أستاذ عادل، بداية دعنا نتحدث عن ما تطرحه. يسعد صباحك. دعني أتحدث عما تطرح الآن الساحة. هناك المزيد من التعليمات الإسرائيلية بالتعامل بيد من حديد ضد كل فلسطيني مهما كان. شهدنا الأيام الماضية كان هناك تعاملات مجحفة مع الفلسطينيين، كان هناك قرارات منها ما يتم دراسته، منها ما تم إصداره فعلا، شيء يتعلق بالإبعاد وهدم منازل القادة وما يدعى بأنهم منفذي عمليات ضد إسرائيليين. هناك يعني منع لوصول المسجد الأقصى، ويعني الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية التي بدأت وتنتهي بقرارات قانونية يتم قوننتها إسرائيليا. يعني كيف تقرأ الوضع في إسرائيل الآن؟ يعني بداية إسرائيل تتعاطى مع الحالة الحالية بأكثر من اتجاه وعلى كل الأصعدة، وواضح تماما أن هنالك حالة من الارتباك ليس فقط لدى المستوى الأمني الميداني والعسكري، إنما المستوى السياسي. وهذا يثبت أن إسرائيل لم تكن تتوقع أو أن تتحسب لهذه المواجهة الحالية. بالاتجاه الميداني ما نشاهد عبر كل الفضائيات وما يشاهد العالم من عمليات إعدام مباشرة على الهواء مغطى بالكثير من الفتاوى الدينية التي تحرم إخراج أي فلسطيني حيا حتى بدون أن يقوم بالطعن، مجرد الاشتباه به، دعوات رئيس الحكومة ووزير جيش ورؤساء بلديات متعددة للمواطنين الإسرائيليين بحمل السلاح وقتل من يشتبه به، دعوات الصحف والكتاب والذين تم تجنيدهم لدعم الرواية الرسمية. صحيفة إسرائيل هيوم التي تتبع لنتنياهو تحدثت بافتتاحياتها بضرورة قتل من يشتبه وليس التأكد من أنه قادم للطعن. لماذا؟ أعتقد أنه هذا منسجم تماما مع قاعدة إسرائيلية تسمى بعلم السياسي الإسرائيلي فوضى الرعب، أنه ماذا تريد إسرائيل؟ وهذا ينسجم تماما أنه كان هنالك اتصالات سرية خلف الكواليس قادتها إسرائيل، دول عربية، الولايات المتحدة، أطراف أوروبية، أطراف دولية أخرى لتهدئة الأمور والعودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل 20 يوم بدون مناقشة الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة. بالتالي فشلت هذا المساعي. خطاب الرئيس أبو مازن قبل أسبوع عبر عن ذلك بشكل واضح، كان هنالك مجموعة من الاعتقادات والإشاعات بالرأي العام الفلسطيني وبالمجتمع الإسرائيلي أنه إحنا قادمين باتجاه تهدئة. أتى خطاب الرئيس ليؤكد أنه كل الاتصالات السرية لم تؤدي إلى الهدف الفلسطيني، بالتالي الأمور على حالها. الرئيس تبنى
خيار الشعب في الموضوع. الآن ما يحدث بالميدان هو استكمال اشتباك سياسي أمني دبلوماسي سياسي، ولكن هذه السياسة المتبعة إسرائيليا لفوضى الرعب، ماذا تريد إسرائيل منها؟ إسرائيل وبعد أن رفضت القيادة الفلسطينية التعاطي مع المطلب الإسرائيلي بتهدئة الأمور، وخاصة أنه بمعظم هذه الحالات لا سلطة للسلطة عليها، وخاصة أنها إما أنها تقع في منطقة سي التي لا وجود للسلطة فيها، أو بمدينة القدس. بكل الأحوال إسرائيل تريد من هذا الرسالة، من هذا الأسلوب، إخافة وإرعاب وتخويف الكل الفلسطيني، بمعنى الطالبة التي تخرج من بيتها للمدرسة أن لا تشعر لا بالأمن ولا بالأمان، وأن لا تجرؤ على فتح حقيبتها، وهذا ما حدث في القدس وفي الخليل. العامل أن لا يجرؤ أن يحمل عدة معه، السائق كذلك الأمر، الشاب في طريقه من بيته إلى كذا. إسرائيل أرادت من ذلك وإيصال رسالة خوف للمواطن الفلسطيني أن لا يشعر الكل الفلسطيني بحالة أمن وأمان بعدها أن يأتي الفلسطيني. نعم. القيادة هل هذا نعم بعدها إسرائيل ما شهدت الساحة الآن الساحة الفلسطينية إسرائيل اعتقدت عكس كل ما ادعته وما توقعته إسرائيل. نعم يعني هو بالنهاية ليس كل ما تريد إسرائيل قادرة على تحقيقه. إسرائيل لا تريد المواجهة بالوقت الحالي على الأقل للتيار السياسي الرسمي في إسرائيل، فشلت في التنبؤ، فشلت في مواجهته، بالتالي تريد أن تأتي أصوات التهدئة من الجانب الفلسطيني، من المواطن والشعب والقيادة الفلسطينية، أنه يا عمي بكفينا، لأن الفلسطيني لم يعد يشعر بالأمان لا في بيته ولا في سيارته ولا في مدرسته ولا في جامعته ولا في ورشته ولا في شارع ولا بالتالي ولا بأي اتجاه. الآن لم يرفع الفلسطيني الراية البيضاء، لم يشعر الفلسطيني بهذا الخوف الذي أراده الإسرائيلي. صح هنالك شهداء، هنالك دماء زكية طاهرة تسيل، هنالك عنف وقمع إسرائيلي، ولكن بالمقابل هذه السياسة أتت بنتائج عكسية بالمجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي الآن هو الذي يشعر بالهوس والقلق، وما حوادث إطلاق النار والتي كان آخرها أول أمس في بيت يام وأدت إلى مقتل إسرائيلي إلا تعبير عن حالة الهوس الموجودة اليوم في إسرائيل. هنالك حالة من الهوس، انعدام الأمن الفردي في كل إسرائيل من أقصى جنوبها لأقصى شمالها وبالمستوطنات. بكل الأحوال هذه السياسة أتت بنتيجة عكسية تماما لما أرادت إسرائيل، بمعنى الفلسطيني لا زال ثابت، لا زال يضحي، يدفع ثمن كبير الاحتلال. وبكل الأحوال حالة التعاطف والتأييد والحاضنة الفلسطينية التي تبديها الآن مختلف الجماهير الفلسطينية إزاء ما يحدث يثبت أن الفلسطيني مقتنع تماما أن الوضع الطبيعي بالعلاقة ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال هي علاقة اشتباك، يعني انتقل الاشتباك من دبلوماسي قانوني إلى اشتباك ميداني وهذا الوضع الطبيعي. بالتالي لا أرى أن هنالك حالة الذعر والقلق التي اعتقدها الإسرائيلي من خلال عمليات الإعدام، وليس مصادفة أنه هذه عمليات الإعدام كلها تم بثها على الهواء مباشرة من قبل الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وفضائياتهم الرسمية وغير الرسمية والخاصة. هذا كان مقصودا ليس فقط لإرعاب وتخويف الفلسطيني، إنما لرفع معنوية المجتمع اليهودي الأخذ بالانهيار. بكل الأحوال إسرائيل أعتقد أنه الآن في مفترق غير قادرة على وقف الحالة وغير قادرة على دفع ثمن سياسي نتيجة الكثير من الأمور المتعلقة بالتشكيلة الحكومية في إسرائيل. أستاذ عادل، سوف نكمل هذا النقاش. طرحت في خلال يعني عرضك الأولي عدد من النقاط التي يجب أن نعود إليها، لكن دعنا نكون نحن وأنت والمشاهدين مع هذا الفاصل ثم نعود لنستكمل.